مرحبا بكم مشاهدي الكرام. فضيل دكتور، أسئلة كثيرة حقيقة وفي ضغط كبير جدا اتصالات، فدعني حقيقة ابدأ أسألك يعني أسئلة، انه هل الإنسان يعني مختصرة لعلها، والإجابات أتمنى أن تكون مختصرة، هل الإنسان ملزم بنفقة حج أمه وأبيه مثلا؟ لا، ليس هذا الإنسان ليس ملزما بحج أمه أو حج أبيه، إنما هو من باب التطوع ومن باب البر والإحسان. وبحج زوجته دكتور أيضا ليس ملزما بذلك، إنما هو يعني الزوجة هي لها ذمة مستقلة والزوج له ذمة مستقلة، وإنما من باب الإحسان والبر والمعاشرة الطيبة. لكن دكتور، قد يعني المرأة تقول أنا من أين آتي بالمال وأنا جالسة في البيت يعني وأقوم بخدمة البيت وخدمة صحيح. الأولاد لا شك، ولذلك لا تفرض عليه، يعني الحج لا يفرض عليه إذا كان يعني غير إن كانت غير قادرة، لكن عادة الرجل يعني الطيب الذي الخير الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، لا يمكن أن يرضى هو يحج ويترك زوجته. هنا يأتي إلى الجانب يعني التعاون فيما بين الطرفين، المحبة بين الطرفين، الخيرية بين الطرفين، فهما كلاهما بعضه من بعض، فكيف يقبل؟ يعني القرآن الكريم وصف بأن الزوج والزوجة بعضه من بعض، صحيح. فكيف يقبل الإنسان أن يحج بعضه ولا يحج البعض الآخر؟ لكنه ليس فرضا، بالعكس هنا يأتي جميل. المحبة وتأتي المحبة هذا من خلال هذا الكلام يسعد النساء دكتور، يعني راح يدعو لك. نعم. إن شاء الله تعالى. دكتور، سؤالي حقيقة أحيانا الإنسان يعني رب لا أنا مع يعني أنا أؤيد دائما موقفي مع يعني العدل والمحبة والخير صحيح. للنساء، هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. استوصوا بهم خيرا. أنا سؤالي الآن دكتور، أحيانا رب الأسرة تتعارض موضوع الحج، نفقة الحج، مع تزويج الولد، والولد واليوم ما بشوف اليوم الإنسان يعني يرى أشياء في الشارع في التلفزيون، في وشاب بلغ الزواج، أيهما يقدم تزويج الولد أم يذهب لأداء الحج؟ لا، أنا في رأيي إذا كان الولد لم يفرض عليه الحج أساسا، يجب عليه أن ويكون معرضا للفتنة لا سامح الله، فيكون درء المفسدة أولى دائما من جلب المصلحة، هذه قاعدة فقهية أساسية، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، يعني وقصنا بذلك إذا لم يكن واجبا، وإن كان واجبا هناك في خلاف بين الفقهاء. فإذا كان لأن على مبدأ هل الحج على الفورية أم على التراخي، فإذا قلنا على التراخي في هذه الحالة أيضا يكون التزويج مقدما على الحج، إن قلنا على الفورية على رأي بعض الفقهاء يكون حينئذ يحج ثم يتزوج إن كان له القدرة على الأمرين. أيضا ولكن على كل الاعتبارات أنا في نظري لابد أن إذا كان هناك فتنة فدرء الفتنة أولى دائما مقدم من الأمر الآخر. والله الفتنة موجودة يا دكتور، يعني مع الأيام هذه الخطيرة. هذا احنا أعطينا القاعدة العامة وأنت تطبقها يا أستاذ غسان. نعم. ماشي. طيب دكتور، سؤالي أيضا في كثير من الناس يعني يحج على نفقة الدولة، وهنا أيضا لي سؤال دكتور، أنه بعض الدول تكون فقيرة حقيقة، يعني فقيرة أنه لا تؤمن لمواطنيها حاجاتهم، لا تنفق النفقات العامة كما تعلم، ومع صحيح. ذلك تنفق مبالغ طائلة على بعثات الحج. هذا سؤال. والسؤال أنه في بعض الناس بيكون عندهم تطفل، هن حجوا ويذهبون ويحجون على نفقة هذه الدولة الفقيرة، ما حكم حج هذا الإنسان؟ أولا الدولة التي تنفق أموالا على الحجاج وهي لا تنفق، هذا أيضا كما قلنا من ناحية التكييف الشرعي هذا قلب للحقيقة، الواجب على الدولة توفير الحد المناسب للمواطنين من المسكن ومن الغذاء والدواء والطعام والشراب وغير ذلك والعمل، وكان الواجب على الدولة، ما أقول سنة، الواجب على الدولة أن تنفق هذه الأموال في التنمية في رفع البطالة أو التخفيف منها، هذا هو الواجب. أما حج ليس من واجبات الدولة أن تحجج الناس أبدا،
وإنما من واجبات الدولة أن تسهل وتيسر وتنظم، هذا هو الواجب. الآن مثلا المملكة العربية السعودية جزاها الله خيرا تقوم بهذه الواجبات داخل المملكة هذه داخل، وكذا أما بقية الدول مفروض أنها تنظم يعني رحلة الحج بشكل مناسب دون الإسراف ولا التبذير. بل الدول الفقيرة كما قلت الواجب عليها أن تنفق هذه الأموال، لكن المشكلة ليس في هذه المسألة دكتور غسان، إنما المشكلة في الفساد الموجود في هذه الدول الفقيرة مش بس هذه. وأنا في اعتقادي ليس هناك دولة خاصة في عالمنا الإسلامي فقيرة بأنها لأن ليس لها موارد، وإنما فقيرة لأن فيها فسادا، فقيرة لأن فيها سوء الإدارة، سوء الاستثمار، سوء التوزيع، الظلم، هذا هو الأساس. بالنسبة لهذا الإنسان الذي هو عنده قدرة أنه يحج أو حج ويذهب بهذه البعثة، لا طبعا أنا رأيي هذا لا يجوز لهذا الإنسان أن يحج بأموال دولة فقيرة، لا يجوز، هذا حج باطل أو على أقل تقدير آثم، لأن هناك فرق بين الحكم التكليفي عند بعض جمهور الفقهاء والحكم الوضعي، قد يكون مقبولا لأنه أدى الواجبة يعني لكنه أو صحيحا، ولكن من حيث الإثم يكون آثما إذا حج بأموال دولة فقيرة لأنه أخذ مالا بغير حق وتعاون على الإثم والعدوان في هذه الحالة، لأن هذه الدولة هي تعمل للدعاية والمفروض أن تنفقها على فقرائها وليس على الحج، الحج هو يأتي على الأغنياء وليس على الفقراء. جميل دكتور، نزولا عند رغبة محمد القرني حقيقة أيضا اتصل تحت الهواء وأراد أن يسمع الرسالة الثانية منك، لكن أنا أيضا أريد أن أسألك سؤال في هذا الموضوع. دكتور كما تعلم حملات الحج أسعارها متفاوتة، وكلما غلى السعر كان الحج يعني في ترفيه أكثر، ربما الحاج يأخذ معه الخادمة ويأخذ معه كل شيء يعني، ويجلس على أسرة معينة وهو يقول أنا لا أنام يعني إلا في أماكن معينة، ويضع مواصفات يعني عالية جدا. الإنسان الذي أعطاه الله المال، هل هنالك مانع من أن يختار تلك الحملات التي يعني إذا صح التعبير 5-6 نجوم الحاج فيها؟ من ناحية يعني احنا عندنا ناحيتان، من الناحية الفقهية الأساسية ليس هناك أي حرج على هؤلاء، لأنه ما دام يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى وما دام هذا رجل يقوم بالواجبات الأساسية وقد آتاه الله سبحانه وتعالى هذه الأموال ويريد أن يرتاح، والحج هو على المستطيع. وحتى يقال إن أبا حنيفة رحمه الله كان رجلا ميسور الحال، صحيح، وكان حينما حج يعني حج بشكل ومعه عدد كبير من الناس وبخيام في ذلك الوقت بشيء من الترفيه، فجاء إليه فقير قال حجي أفضل ولا حجك؟ فجاب أبو حنيفة قال حجي في الظاهر من حيث الظاهر أفضل عند الله من حجك بسبعين درجة، لأنك فقير ليس عليك الحج، أما أنا فغني وحج الواجب أو الواجب دائما يفضل على السنة بسبعين درجة كما ورد في بعض الآثار. من حيث المبدأ ما في مانع، لكن نحن اليوم لابد أن نراعي مع هذا المبدأ الفقهي مبدأ آخر، وهو مبدأ فقه الأولويات، مبدأ أن الحج هو أن الإنسان يتفرغ ويغير من العادة الرفاهية إلى 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 شيء من المشقة. الحج يعني عج وثج وفيه مشقة وفيه يعني شعث غبر كما رب العالمين في يوم عرفة يقول، يعني هؤلاء يعني أتوا شعثا غبرا يعني يظهر عليهم أثر، هذا هو الحج المفضل عند الله سبحانه وتعالى. لكن من حيث الجواز لا نقول أنه غير جائز، حجهم جائز إن شاء الله وحجهم صحيح ويبقى أن تبقى نيتهم عند الله، لكن نحن ننصح أن الإخشوشنو فإن الترف يزيل النعم، وهذه فرصة أن الإنسان يتعود على الطاعة على طاعة الله على شيء من المشقة، وخاصة يعني الذين رب العالمين يتباهى بهم يوم يعني يوم عرفة يتباهى بهؤلاء ولا يتباهى يعني ما لم يذكر هؤلاء الذين يكونون في 7 نجوم أو 6 نجوم، فلذلك ينبغي أن يستغل الإنسان بقدر الإمكان
أن يظهر عليه أثر الحج ويغير، لأنه عادة حقيقة أنا لما نظرت في العبادات، العبادات كلها تغيير من العادات، يعني يغير العادة. شوف الصيام كيف يغير عادة، صحيح. لتتغير عاداتنا نحو الأحسن، كذلك الحج تغيير العادة، يعني فيه شعث، فيه أغبر، فيه إشكال حقيقة، فيه تعب، هذا هو الأساس. مدرسة، الحج مدرسة. صحيح دكتور، أنا حقيقة كان بودي أن أتناول الجوانب الاقتصادية في خطبة حجة الوداع، لكن الوقت أدركني وحديثكم كان ممتع، لعلنا في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى نتناول هذا الموضوع. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة علي محي الدين القرداغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير في الاقتصاد الإسلامي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.